بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول يا آخر هو الرزاق الغني الحميد. يا أحد يا صمد هو الرزاق الغني الحميد. يا عالم يا حاكم هو الرزاق الغني الحميد. يا وهاب يا مسبب الأسباب. يا وهاب يا مسبب الأسباب. يا طاهر يا مطهر هو الرزاق الغني الحميد. يا مفرج يا ناصر هو الرزاق الغني الحميد. يا كبير يا متكبر هو الرزاق الغني الحميد. يا وهاب يا مسبب الأسباب. يا وهاب يا مسبب الأسباب. يا قادر يا مقتدر هو الرزاق الغني الحميد. يا باعث يا وارث هو الرزاق الغني الحميد. يا طالب يا غالب هو الرزاق الغني الحميد. يا وهاب يا مسبب الأسباب. يا وهاب يا مسبب الأسباب. يا نفاح يا مرتاح هو الرزاق الغني الحميد. يا مهلك يا منتقم هو الرزاق الغني الحميد. يا منتصر يا مدرك هو الرزاق الغني الحميد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأسأله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن مع العسر يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل أرزقني رزقا واسعا يا كريم اللهم يا فارج الهم ومنفس الغم ومذهب الأحزان ومجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة هو الحي القيوم وأتوب إليه يا أحد يا صمد هو الحي القيوم وأتوب إليه يا ظاهر يا باطن هو الحي القيوم وأتوب إليه يا طاهر يا مطهر هو الحي القيوم وأتوب إليه يا عالم يا حاكم هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حنان يا منان هو الحي القيوم وأتوب إليه يا بعيد يا قريب هو الحي القيوم وأتوب إليه يا مبيد يا ودود هو الحي القيوم وأتوب إليه يا مدبر يا شديد هو الحي القيوم وأتوب إليه يا مصور يا مفيد هو الحي القيوم وأتوب إليه يا جبار يا متكبر هو الحي القيوم وأتوب إليه يا مهيمن يا عزيز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون حم تنزيل الكتاب
والكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم يا خير مدعو ويا خير مسؤول ويا أوسع من أعطى ويا خير مرتجى ارزقني وأوسع علي من رزقك وسبب لي رزقا من قبلك إنك على كل شيء قدير يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء صل على محمد وآل محمد اقض عني ديني يا كريم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لوم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجز فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى وأوعد فعفى اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.